السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ومن صميم القلب وشوق كبير إلى المجاهدين المرابطين في الجبهة الأطهر. رحمة الله ورضوانه على الشعب الفلسطيني الشجاع الذي يحمل في صدره حزنا كبيرا وآلاما حبسيا لجراحه الكثيرة في ظل حصار المظلومية وهجوم الأعداء الوحشي أمام عيون مئات ملايين المسلمين. إن الدفاع عن فلسطين شرف وعزة لنا. أصدقاء فلسطين وداعموها أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا. هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى. وإن من يسمع نداءكم ولم يغثكم ليس بمسلم. إن شاء الله سيكون فجر النصر قريبا بعونه تعالى جل شأنه. على أمل اليوم الذي وفقنا الله فيه للحضور إلى جانبكم يبلغنا أملنا الدائم بالشهادة في سبيل فلسطين. حاج برأيك من كاتب هيدا الرسالة؟ كل واحد بحس بالشعب الفلسطيني وبحي بيكتب وأكثر من هيك بيكتب. هذا فلسطيني، هذا فلسطين. اسماعيل هنية، نازل علي، يقولها الشيخ أحمد ياسين، ممكن يقولها فتح الشقاقي، ممكن يكون أي لأسير. هاي رسالة ما بتكتب إلا الشرفة إلا الشرفة، المناضلين الشرفة. هأعطيك أنا صورة لحتى نشوف إذا حتعرفه ولا لا. تعرفيه؟ هذا هو أغلى إنسان عندي وحياة الله. الله الله يرحمه. هذا ابن القدس الحقيقي، وهذا اللي دفع عن القدس الحقيقي. أوه القائد سليماني رحمة الله عليه. شو بتعرف عن الحاج قائد سليماني؟ بيعجز الإنسان عن الوصف لإله بكل فخر واعتزاز. هذا الرجل لا يثمن ولازم يخلده التاريخ كله، حتى الأعداء لازم يتخلده، لأنه الأعداء عرفوا مين هذا. هذا الإنسان القدسي الحقيقي، واللي بالفعل كان كل حياته مقضية في مناطق القتال ضد الأعداء. وقدم حياته وقدم جهده، وأهم شيء أنه قدم فكره، وهذا الذي يجب أن يبقى راسخا في أذهاننا وفي ذاكرتنا، بنعلمه للأجيال القادمة حتى تبقى هذه القضية حية. إحنا شفناه على تخوم غزة، شفناه على تخوم فلسطين المحتلة، هو شمال فلسطين جنوب لبنان، شفناه بالعراق عم بحارب الإرهاب، شفناه على جبهة الجولان اللي بدها تنفتح قريبا بالمخططات اللي كان يحطها. سليماني هو ليس شهيد القدس، هو شهيد الإنسانية. هو يعني كل هالجيل اللي هلأ طالع من غزة والضفة وكل أنحاء فلسطين، الجيل المقاوم اللي عم نشوفه، هو تدريب الحاج قاسم وتدريب الحاج عماد مغنية. يعني الحاج قاسم هو الإنسان المقاوم، الدعم الأول للقضية الفلسطينية وللشباب الفلسطيني المقاوم. هو قائد رمزي، إحنا عندنا قائد رمزي الأخ أبو عمار، هو قائد كمان الثورة الفلسطينية، فسليمان كمان هو قائد رمزي للأمة الإسلامية جمعاء. ويا ريت يطلع عنا 10 سليماني، وبيكون الحل إن شاء الله نحو القدس قريب. الحاج قاسم سليماني يلي ضحى بروحه كرمال فلسطين. شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.